أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على خير الورى وشفيع المخلوقات في الموقف العظيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فمن المعلوم عند علماء الإسلام منذ قرون اهتمامهم البالغ بضبط العلوم وإتقانها قصد سدر أغوارها واكتشاف أسرارها. ولعل أول أمر كانوا يستهلون به دراستهم وتدريسهم للعلوم هو تعريف ذلك العلم، فيعبرون عن ذلك تارة بالمفهوم، وتارة أخرى يعبرون بالحد أو الحقيقة أو الماهية. وما دمنا بصدد الحديث عن المذهب المالكي، فإنني ارتأيت أن أجعل مداخلتي هاته في تعريف هذا المذهب وفي الحديث عن مدارسه، فأقول وبالله التوفيق. المبحث الأول: مفهوم المذهب المالكي. قبل الشروع في تعريف هذا المذهب، أثرت أن أعرف المذهب الفقهي بصفة عامة ليكون مفهومه المتوصل إليه الأساس الذي يبنى عليه مفهوم المذهب المالكي. المذهب الفقهي هو مركب وصفي من كلمتين هما المذهب ثم الفقه. والمذهب في اللغة هو مصدر ميمي مشتق من مادة الذال والهاء والباء، ذهب. من معانيه في كتب اللغة وفي كتب الغريب والمعاجم اللغوية: المسار أو الممر والمسلك. وأما في الاصطلاح فبالإمكان إخراج مصطلح المذهب من معناه اللغوي إلى معنى آخر هو الاصطلاحي للمناسبة التي بينهما. فأقول إن المذهب هو المسار أو المسلك الذي يعتمده إمام من الأئمة في وضع أصول الأحكام، إما على طريقة المتكلمين أو الفقهاء أو علماء السلوك والأخلاق. هذا عن المذهب. أما الفقه ففي اللغة هو العلم الدقيق بالأشياء، وأما في الاصطلاح المعروف الذي يعرفه جل الطلبة هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وبوصف الموصوف بصفته، أي إذا وصفنا المذهب بكونه فقهياً، يتحصل أن هذا المذهب الفقهي هو المسار أو المسلك الذي يعتمده الفقيه في وضع أصول الأحكام، ويكون ذلك على طريقة الفقهاء. هذا فيما يتعلق بالمذهب الفقهي. بعد تعريف المذهب الفقهي، أعرف المذهب المالكي انطلاقا من تعريف هذا المركب الوصفي السابق ذكره، فأقول إن المذهب المالكي هو المسار أو المسلك الذي اعتمده إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى في وضع أصول الأحكام الخاصة به، أي بالإمام مالك. هذا وقد يطلق لفظ أو مصطلح المذهب
عند المتأخرين من المالكية ويراد منه ما به الفتوى من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم. وتعاريف المذهب المالكي كثيرة جمع جلها الإمام محمد الحسن بن أحمد الخديم رحمه الله تعالى في منظومته قائلا: على الذي الفتوى به المذهب قد يطلقه الأولى تأخروا فقد، فالعلماء قد رأوا إطلاق لفظ على الجزء الأهم لاقى، وذا لدى المقلدين العرفة لهم نحو الحج هو عرفة. ويضيف: ما قاله النجم ومن قد صحبه. ما قاله النجم، والنجم هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، يشير هنا إلى قول الشافعي مالك النجم. ما قاله النجم ومن قد صحب أي أصحابه على طريقه دعوه مذهبه، لا ما إليه وحده قد ذهب، بل نسب الكل إليه مذهبا، لأن ما ذهب صحبه إليه جار على الأصل الذي يبنى عليه. هذا عن تعريف المذهب المالكي. بعد هذا التعريف للمذهب المالكي انطلق إلى مدارس المذهب المالكي، فأقول: المجمع عليه، المجمع عليه فيما يتعلق بتعداد مدارس هذا المذهب هو أربع مدارس موزعة على أربعة أقطار من أقطار العالم الإسلامي، هي المدينة ومصر والعراق والمغرب. أولا: المدرسة المدنية. مدرسة المدينة المنورة هي المدرسة الأم التي تفرعت عنها غيرها من المدارس. مؤسسها الأول هو الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن مستقره ومستودعه كان بالمدينة المنورة. بعد وفاة هذا الإمام انتقلت رئاسة هذه المدرسة إلى أكابر تلامذته من المالكيين أمثال الإمام بن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونظرائهم. وإلى هؤلاء الأعلام يشير الناظم فيقول: والمدنيون بهم يعنون بني كنانة وماجشون ونافعا مسلمة مطرفة ولنظيرهم ذا الاسم عرفا. أيها الحضور الكرام، أيها الطلبة الأعزاء، حينما تحفظون المتون فإنكم تستحضرون كل جزئيات ذلك العلم الذي تحفظونه، تحفظون منظومة فيه أو متنا فيه. هذا للإشارة إلى طلبة معهدنا هذا. بعد ذلك أقول بأن هذه المدرسة عرفت بخصائص منهجية قائمة أساسا على اعتماد المنهج الحديثي وتقديمه على غيره إلا إذا لم يثبت، فهنا يقدم عليه عمل أهل المدينة من خلال القواعد التي وضعها المؤسس الأول لهذه المدرسة وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى. لأن ربما الوقت يداهمنا والأخ المسيد ربما لن يعطيني مجموعة يعني من الدقائق لكي أشير إلى المدارس الأخرى، ولكن أشير إليها في عجالة. المدرسة الثانية هي المدرسة المصرية. هذه المدرسة تأسست على يد أكابر تلامذة الإمام مالك من المصريين، على رأسهم الإمام عبد الرحمن بن القاسم، ومن أعلامها الإمام أشهب بن عبد العزيز وغيره من الأئمة الذين نشروا المذهب المالكي في مصر، ويشير إليهم العلامة محمد الحسن بن أحمد الخديم في منظومته فيقول: أشهب أصبغ بن عبد الحكم والعتقي وابن وهب الكمي
ونظراء لا مصريون وهم على الغير مقدمون. بعد المدرسة المصرية للمذهب المالكي تأتي المدرسة المغربية أو الأندلسية لهذا المذهب. هذه المدرسة التي تسلمت مش على النهوض بهذا المذهب من نظيرتيها المدنية والمصرية فكان لها السبق في الجمع بين مناهج هذه المدارس، كان للمدرسة المغربية السبق في الجمع بين مناهج هذه المدارس. هذا ومن الشبه التي أثيرت، التي أود أن أذكرها وأختم بها، التي أثيرت حول مدرسة المغرب الأندلسية، شبهة التقليد، وأن منهجها في مدارسة القضايا والفروع منهج قام أساسا على التعصب للمذهب المالكي التليد، وأن السلطة والجبر من جعل لهذا المذهب مكانة وحظوة دون غيره، فهذا هو السبب الوحيد. وهو كلام لا يخلو من شيء من التعقيد، ولا يعتقده سوى كل شخص غير عارف بهذا المذهب وأسباب انتشاره وذيوعه بهذا القطر الفريد. فالدرس للمذهب المالكي وعلاقته بمدرسة الأندلس المغربية يعلم علم اليقين أن أهل الأندلس والمغرب ما انتحلوا هذا المذهب ولا قلدوه إلا لعلمهم بقدره وشأنه وطول باعه وشأوه، ولذلك قدموه على غيره. وتقليدها له، أي هذه المدرسة تقليدها له، غير منصرف إلى معناه المذموم الذي يتبادر إلى الذهن، وإنما هو منصرف إلى حب هذا المذهب واحترامه لكونه مذهب الصحابة والتابعين، ومذهب من شهدوا لصاحبه بالفقه في الدين والإمامة فيه كالعلماء السبعين الذين ذكرهم السيد رئيس الجلسة. أختم هذه المداخلة بخلاصة واستنتاج. أقول في هذه الخلاصة إن أبرز ما يهمنا من خلال هذه النبذة الموجزة عن المذهب المالكي ومدارسه هو ذلك الأثر البالغ الذي كان لمدارس هذا المذهب في تكوين علماء أفذاذ جامعين بين جل مناهج هذه المدارس، فوظفوا كل ذلك في استثمار الخطاب الشرعي وتوجيهه وفق أصول المذهب. وفي الأخير كذلك أقول: نظرنا في المذاهب ما رأينا كمذهب مالك للناظرين، فمذهبه اتباع لا ابتداع كما اتبع الكريم الأكرمين، وعندي كل مجتهد مصيب ولكن مالكا في السابقين، والحمد لله رب العالمين.